وقد تسارعت خطوات البلاد في تحسين التعليم الإلزامي والرعاية الطبية الأساسية وسلامة الإسكان وسلامة مياه الشرب بشكل ملحوظ، كما أن أعمال التعاون بين المناطق الشرقية والغربية في تخفيف حدة الفقر تسير بشكل سلس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المركزية تعمل جاهدة في أعمال القضاء على الفقر بشكل دقيق ومستهدف، وأن إجراءات تحفيز الاستهلاك لدعم تخفيف الفقر ظهرت نتائجها الأولى. عدد العاملين الفقراء الذين هجروا للعمل تجاوز ما كان عليه في العام الماضي ليصل إلى 27 مليون و500 ألف، مما يعني أنه تم احتواء تأثيرات الوباء على هجرة العاملين الفقراء للعمل في المرحلة المبكرة. فيما يتعلق بالبرامج الخيرية الخاصة بمكافحة الفقر، قدمت في 22 مقاطعة بوسط البلاد وغربها فرص عمل ل 4.18 مليون من الفقراء. أما بالنسبة للمؤسسات وورش العمل الرائدة للتخفيف من حدة الفقر، فإن معدل استئنافها للعمل في هذه المقاطعات بلغ 98%، في حين قدمت الوظائف ل 810,000 فقير.